انفجارات جديدة وكبيرة وغامضة في نفس الوقت ضربت العمق الروسي مرة أخرى في توقيت مثير للغاية وفي تضارب للأنباء حول ما هو قادم في الحرب الروسية الأوكرانية. هنا كما تلاحظون هذه هي أوكرانيا وهذه هي روسيا. كانت هنالك ثلاث انفجارات جاءت في ليلة واحدة، أي هي ليلة يوم أمس، وهذه الانفجارات قد جاءت في العاصمة الروسية موسكو هنا، وكذلك كان هنالك انفجارا في ياروسلافال إلى شمال موسكو، وأيضا انفجار آخر جاء بعيدا هنا في كراسنويارسك هنا تحديدا. هذا الانفجار كان قد جاء في هذه المنطقة، أهم هذه الانفجارات هي التي جاءت أساسا في موسكو وإلى شمال موسكو، وكانت هنالك اهتماما واهتمام كبير جدا قادما من نيوزويك الأمريكية بهذا الشكل تحديدا في الانفجار الذي جاء في موسكو. وكانت هذه هي لقطات نشرت عن طبيعة هذا الانفجار، بسبب أن هذا الانفجار جاء بالقرب من نقطة عسكرية خطيرة لتطوير الأسلحة النفاثة الجوية وكذلك البحرية الروسية. وفي نفس الوقت أيضا الانفجار الذي جاء في ياروسلافال هو كان حاضرا بهذه الطريقة على إحدى أنابيب الغاز الموجودة في هذه المنطقة بالقرب من نهر فولغا، وهي نقاط خطيرة للغاية وضرب للطاقة واضح، وأيضا في المنطقة الأخرى التي تحدثنا عنها وهي المنطقة البعيدة وهي كراسنويارسك، قد جاء الانفجار بهذه الطريقة، كان حريقا كبيرا في مستودع كبير بهذا الشكل. لم يعرف أحد ما الذي جرى في هذا الانفجار، ولكن طبعا توقيت مثير، ليلة واحدة ثلاثة انفجارات، هو أمر طبعا مثير للغاية. أهم هذه الانفجارات كما تحدثنا وكما ركزت عليها النيوزويك الأمريكية هي وهو الانفجار الذي جاء في موسكو، وكانت هذه إحدى اللقطات التي نشرت عن هذا الانفجار والتي نوعا ما تتيح لنا مع المعلومات الموجودة من هذا الانفجار الذي أيضا تحدثت عنه الوكالات الروسية مثل وكالة تاس. قد نعرف الموقع تحديدا الذي جاء فيه الانفجار، فسنلاحظ نحن هنا أمام مبنى كبير بهذا الشكل وهذا مبنى آخر شكل مميز، أيضا مقابل هذه المباني يأتي مبنى كبير أيضا ومرتفع مقارنة بكل هذه المباني التي ترونها، وبالتالي مقابل هذا المبنى يأتي هذا الانفجار في هذه المنطقة. لنحاول أن نحدد الموقع، هل هو أصلا أساسا فعلا قد هذا حدث الانفجار في داخل روسيا وفي داخل موسكو؟ ولكن هنالك أيضا نقاط أخرى قريبة يجب أن نركز عليها وهي مهمة للغاية. هنا بعض الحاويات التي ترونها مع مبنى ملاصق لهذه الحاويات، وهي نقاط لتأكيد ما رأيناه هنا، وأيضا نلاحظ بأننا أمام مبنى قريب هنا، هو مبنى مهم للغاية أقرب من كل العلامات التي أشرنا لها، وطبعا مبنى ملاصق له، وهنا مبنى آخر كما تلاحظون بهذا الشكل. هنالك عدد من النقاط إن حاولنا أن نركز عليها، هنا ثلاثة نقاط أو ثلاثة أمور بارزة أو أشياء بارزة طبعا من المبنى، وهنالك نقطتين كما نلاحظ بهذا الشكل، وبالتالي نحن أمام هذه العلامات. وبحسب الوصف لهذه النقطة التي انفجرت تحدثوا بأنها كانت نقطة لإصلاح السيارات بحسب الكلام الروسي طبعا التي احترقت هنا، وأيضا تحدثوا بأن هذا الانفجار جاء في أحدى الشوارع التي تأتي إلى شمال موسكو وهي ديكا بريستوف. ودعونا نذهب إلى هذه المنطقة تحديدا لكي نحدد هذه المنطقة بالقمر الصناعي، وسنتجه مباشرة الآن إلى العاصمة الروسية موسكو إلى شمال موسكو. شارع ديكا بريستوف أو ديكا بريستوف تحديدا هو الشارع المهم الذي جاء فيه هذا الانفجار، وإذا ما توقفنا هنا في هذه النقطة تحديدا ودعونا نحدد هذا الشارع، هذا هو الشارع الذي ذكرناه لكم. سنلاحظ من خلال هذا الشارع كل المباني تقريبا تأتي بشكل واحد عدا المباني التي تأتي هنا طبعا في الوسط، ولكن أهم المباني التي تأتي فيها الاختلافات هي هنا، لأننا أمام مبنى يمين ومبنى شمال وعدد من الأمور المختلفة، وبالتالي دعونا نقترب من هذه المنطقة تحديدا التي تحدثنا عنها لسبب مهم للغاية، ألا وهو بأنه واضح من بعيد بأننا أمام مباني مرتفعة هنا ومبنى بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، وهذا يفسح لنا فرصة بأن نأخذ ونقلب الكاميرا على مستوى 180 أو المنظور POV أن نأخذه على مسافة 180 درجة لكي ننظر بهذا الشكل ونحاول أن نجد الموقع. نحن على ما يبدو قريبين للغاية من الاتجاه والموقع تحديدا، وبالتالي لنأخذ صورة واضحة بالعودة بالتاريخ قليلا. سنلاحظ بأن الصورة ستصبح أوضح، وسنحاول أن
نقترب من النقاط الأساسية التي حددناها في البداية لتأكيد وضعية الموقع، وسنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات التي هي متشابهة مع أشرنا له، هذه الحاويات، المبنى الملاصق طبعا، هذا هو المبنى الذي كان قريبا علينا، وهذا هو المبنى الآخر الذي تحدثنا عنه بهذا الشكل، وهذا المبنى الآخر الذي كانت فيه ظاهرة الثلاثة نقاط التي حددناها طبعا 1 2 3، وطبعا هنا نقطتين هي التي كانت حاضرة، وهذا يوضح بأن التصوير أو على الأقل النظر الذي جاء كان يأتي بهذا الشكل، وبالتالي تأكدت لنا الآن الأمور، أصبحنا قريبين للغاية وأصبحنا أمام نقطة أكيدة بأننا نقف في نفس الموقف أو في نفس الموقع. والآن بالابتعاد والعودة بهذا الشكل نحن الآن فعلا أمام نفس العلامات هنا، وأصبحنا أمام هذين المبنيين، وهذا مبنى مرتفع، وهذا يعني أن الانفجار جاء في هذه النقطة، وهنالك سيارات كما نلاحظ كثيرة في ظل الأنباء التي جاءت طبعا من قبل الروس، وهذا يعني بأن التصوير بشكل عام كان يأتي بهذا الشكل وكان يلاحظ كل شيء. إذن هذا المبنى الذي تحدثنا عنه هو المبنى الذي تماما دمر واحترق بهذا الشكل، هلع كبير جدا في داخل موسكو بسبب هذا الانفجار، ولكن قد تبدو الأمور عادية، إن هذا مكان لإصلاح السيارات، ما هو الغريب في هذه القضية؟ الغريب هو المبنى الذي يأتي هنا بهذا الاتجاه، هذا المبنى هو المبنى الخطير الذي تحدث عنه الجميع، وهو مبنى قريب للغاية من النقطة التي دمرت والتي تحدثنا عنها، وهو أحد المعاهد المهمة لعملية تطوير أهم الأسلحة الروسية لكي تستخدمها روسيا في الداخل الأوكراني، وهذا هو طبعا الذي تلاحظونه، المبنى الذي ذكرناه لكم، والنيوزويك الأمريكية نقلت عن هذا الموقع الآتي: حريق قوي بالقرب من معهد البحث العلمي لأجهزة أو للأجهزة الدقيقة، حيث يطور الروس ويصنعون قنوات تحكم اللاسلكية للأسلحة النفاثة البحرية والجوية. ما الذي جرى؟ ما الذي ضرب؟ من الذي احترق؟ كيف جاءت هذه الضربة؟ لا أحد يعرف الكثير، لا أوكرانيا مسؤولة، لا أحد يعلم هل هي الاستخبارات، هل هي معارضة روسية، لا أحد يعلم. لكن أيضا الانفجار الثاني الذي تحدثنا عنه والذي جاء في ياروسلاف، وكما تلاحظون من خلال نقل ما هو ما جاء من نقل من هذا الانفجار، إن كان من الروس أو إن كان من الأوكرانيين، بأنه كان أنبوبا للغاز انفجر بهذا الشكل كما لاحظناه، وهنالك ليس هنالك كثير من العلامات التي نراها. ما نلاحظه هنا بأننا أمام منزل على ما يبدو أو مبنى واضح بهذا الاتجاه، وهنالك أشجار يمينا وشمالا، هنالك شجرة واحدة فقط هي البارزة، وأيضا نحن أمام علامة بيضاء بهذا الشكل، وهنالك علامة زرقاء كما تلاحظون، وهي من العلامات المرورية المهمة التي أصبحت واضحة بسبب هذه العجلة التي طبعا أعطت لنا الفرصة أن نرى هذا الموقع، والطريق طبعا يمتد بهذا الشكل، ليس هنالك كثير من العلامات، ولكننا نمتلك ياروسلاف وكذلك منطقة مهمة أو ياروسلافال، وكذلك نهر فولغا الذي ترونه بهذا الاتجاه يأتي إلى شمال أو إلى عفوا شرقي أو إلى غربي حقيقة هذه الإشارة، وبالتالي نحن أصبحنا على ما يبدو أمام علامات قريبة. هنا طبعا موسكو، وسنلاحظ بأننا نقترب الآن من يورو أو ياروسلافال بهذا الاتجاه إلى غربها. في حقيقة الأمر هنالك نقاط للغاز هي نقطة مهمة جدا، ألا وهي غازبروم التي ترونها، هذه محطة غازبروم، أقرب محطة على هذه المدينة، وأيضا إذا ما قمنا بعملية تكبير الصورة قليلا فهذا هو نهر فولغا الذي تحدثنا عنه، وبالتالي يبدو أن هذا الطريق هو الطريق المستهدف أو الذي تم تصوير منه هذا الانفجار الذي لم يعرف أحدا ما الذي جاء به، ولكن نحن أمام محطة مهمة جدا هنا بهذا الاتجاه، محطة غازبروم للغاز، وأمام هذا النهر، وبالتالي هذا الطريق يبدو بأنه الأقرب للحقيقة. سنبحث عن مبنى، ويمينا وشمالا تأتي الأشجار، ودعونا نأخذ صورة مقربة ونقترب من هذا الطريق. هنالك نقطة واحدة فقط هي التي تتطابق مع العلامات التي ذكرناها لكم، وهذه النقطة الوحيدة هي هذه النقطة التي أمامكم، أنت أمام مبنى وأمام يمينا وشمالا هذه الأشجار، وطبعا إلى الشمال كما تلاحظون هنا نهر فولغا. إذن ما نحتاج أن نبحث عنه هنا، أن نهبط بالقمر الصناعي وأن نلقي نظرة على هذا الموقع، هل فعلا
نحن أمام نفس هذا الموقع؟ هل فعلا جاء الانفجار هنا؟ وعند الهبوط بالقمر الصناعي أنت أمام نفس هذا المبنى الذي كان واضحا، وهذه هي العلامات وهذه هي الشجرة البارزة على ما يبدو الظاهرة لنا، الطريق متطابق تماما، نهر فولغا بهذا الاتجاه، وبالتالي كل العجلات كانت متوقفة هنا وهي تصور، وهذا يعطينا فكرة أن الانفجار كان قريبا من الطريق، ولهذا توقفت كل هذه العجلات في ظل هذا الانفجار من اللحظات الأولى منه. وبالتالي تقديريا إذا ما حاولنا أن نقدر موقع هذا الانفجار الذي جاء في ياروسلافال في الداخل الروسي، سنحاول الابتعاد قليلا، سنلاحظ بأننا أمام منازل يمينا وشمالا، النقطة الوحيدة القريبة المنطقية من هذا الانفجار وأنبوب الغاز يأتي هنا بهذا الاتجاه، قد تكون هذه النقطة هي التي تعرضت لهذا الانفجار في ظل بأننا قريبين وقريبون جدا من محطة غاز بروم هنا في ياروسلافال. كل شيء الآن تأكد لنا، على الرغم من أن هذه الأنباء تبدو وكأن روسيا تحت الضغط وتحت المطرقة، وبأن هنالك دعما غربيا كبيرا من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا للأوكرانيين، إلا أن اليوم الأنباء نوعا ما سلبية على الأوكرانيين على مستوى الدعم. الواشنطن بوست يوم أمس واليوم بوليتيكو ويوم أمس حتى بوليتيكو الأمريكية كانت قد وضحت بأن الأمور صعبة للغاية الآن في الفترة القادمة على الأوكرانيين. فالواشنطن بوست ما أكدته بأن هنالك وفدا أمريكيا الشهر الماضي كان قد وصل إلى أوكرانيا وقد قام بالاجتماع مع فلوديمير زيلينسكي، وكانوا قد أعربوا لفلوديمير زيلينسكي وأبلغوه بأن هنالك عددا من الأمور الخطيرة القادمة بالنسبة له، بأن الدعم الذي جاء من الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي جاء من الكونغرس الأمريكي مؤخرا هو أحسن فرصة لك يا زيلينسكي لتحقيق الأهداف التي تبحث عنها ضد القوات الروسية، واستراتيجيا هي الوحيدة هذا الدعم الكبير هو فرصة كبيرة لك لتحقق الكثير. لماذا؟ لأن جمهوريين الآن قد سيطروا على مجلس النواب الأمريكي، وبأنهم يمتلكون الآن القدرة الكافية لإيقاف كل الإمداد الذي يأتي لك، أو على الأقل يقطعون منه أو يغيرون من هذه الدفعات، يرفضون الدفعات التي تطلبها أوكرانيا أو التي يطلبها بايدن وتتغير المعادلة. وكيفن مكارثي وهو زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب الأمريكي سبق وقال بأننا لن نوقع على شيك بياض للرئيس جو بايدن، وبالتالي قد تكون من مصلحة الحزب الجمهوري الآن أن يقفون ضده في العديد من الأمور، محاولة عزله، عدم دعمه وغيرها، ليس في مسألة فقط القضية الأوكرانية رغم أنهم يدعمون هذه المسألة الأوكرانية، ولكن أيضا يجب أن نتذكر بأن نوفمبر من العام القادم ستكون هنالك انتخابات رئيسية كبيرة يحاول الجمهوريون طبعا الفوز بها. في نفس الوقت هنا بالنسبة لهذا الكلام بأنها قد وضحت الواشنطن بوست بأن الأوروبيين أيضا ليس واضحا ما إذا كانوا سيستمرون في عملية دعمك يا زيلينسكي، إن الجمهوريين سيقفون ضد عملية التمويل بشكل كبير، الغرب قد لا يكون مستعدا لتوفير الكثير من الأموال لك، وبالتالي أنت لن تكون أمام فرص كثيرة في هذه الحرب في الفترة القادمة، عليك معرفة هذا الأمر يا زيلينسكي. أيضا بوليتيكو نشرت تفاصيل مثيرة وأكدت بأن الام جي ام 140 الأمريكية، وهي تعتبر طبعا من الصواريخ البعيدة المدى التي يصل مداها إلى 190 ميلا، أي بما معنى أكثر من 305 كيلو مترا، صواريخ مهمة للغاية، جاءت بوليتيكو وقالت بأن الإدارة الأمريكية اجتمعت مع ممثلي كييف في البنتاغون وأبلغتهم بأننا لسنا قادرين على إرسال هذا النوع من الأسلحة وهذه النوع من الصواريخ، وذلك لأننا بحاجة للمزيد من هذه الصواريخ، الإدارة الأمريكية بحاجة لهذه الأسلحة لأننا سنفقد المخزون، نحتاج إلى خزينة من هذه الأسلحة، لسنا قادرين على إرسال جميع الأسلحة لك يا زيلينسكي لأننا يجب أن نستعد إلى حرب مستقبلية قد نتعرض لها، في إشارة قد تكون إلى الصين والتوترات مع الصين في مسألة البالونز المناطيد والأجسام الغريبة التي تأتي، اتهامات متبادلة مع الصين، أنباء استخبارية ومعلومات استخبارية أن الصين قد تهدف إلى عملية اجتياح تايوان، وبالتالي الولايات المتحدة الآن فجأة قالت بأننا لسنا قادرين على إرسال هذه المنظومات. في نفس الوقت أيضا ذكرت بوليتيكو من مطلعين على هذه التفاصيل بأنهم لا يريدون أيضا إرسال هذه الأسلحة لأنهم قلقون تماما بما أن الرينج والمدى
بعيد للغاية لهذه الأسلحة من الممكن أن تستخدمها أوكرانيا في ضرب العمق الروسي في ظل أنباء إن روسيا تخطط لهجوم كبير خلال العشرة أيام القادمة في الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية طبعا الروسية في أوكرانيا. لا يريدون هذا الأمر لأن طبعا روسيا اعتبرت وأكدت للولايات المتحدة أن استخدام أسلحتكم أو أي أسلحة من حلف الناتو من قبل الأوكرانيين لضرب العمق الروسي هذا يعني بأننا سنكون أمام حرب معكم وعليكم الاستعداد وبالتالي ندخل لحرب عالمية ثالثة. وبالتالي على ما يبدو أن الظروف صعبة للغاية بالنسبة لأوكرانيا في ظل هذه التفاصيل التي ذكرتها الواشنطن بوست وبوليتيكو الأمريكية. ويبدو بأن بوتين أمام فرصة كبيرة جدا لاستغلال هذه الأنباء في الأشهر القادمة لتحقيق أهدافه التي يبحث عنها. فهو لديه تقدم في العديد من المناطق تحديدا في دانييتسك وكذلك في لوغانسك. بدأ بهجوم كبير في لوغانسك هنا كما تلاحظون إذا ما أخذنا الحدود الخاصة في لوغانسك التي نوعا ما اخترقها الأوكرانيون. هذه هي الحدود الإدارية للوغانسك. لاحظ عملية الاختراق الأوكرانية الحاضرة هنا. هذه هي نقاط نوعا ما الاختراق بالنسبة للأوكرانيين. ولكن الروس الآن قاموا بعملية اختراق كبيرة تأتي باتجاه كوبيانسك بحسب معهد دراسات الحرب وكذلك بحسب ريبورتا الروسي الذي أكد العديد من التفاصيل مما جاء اتجاه كوبيانسك. وبالتالي إذا ما اقتربنا من مدينة لوغانسك هنا لنعرف بسرعة ما الذي جرى في هذه المنطقة. إذا ما توقفنا هنا طبعا فهذه المنطقة بشكل عام بالنسبة للأوكرانيين هم يسيطرون طبعا على خاركيف. هذه المناطق كلها تحت سيطرتهم وحتى كوبيانسك هي تحت سيطرتهم. لكن القوات الروسية ما تمكنت من فعله في الفترة الأخيرة فعلا هي تمكنت من عملية التقدم إلى هذه المنطقة. هذا الخرق الذي شهدناه بحسب معهد دراسات الحرب إنهم تقدموا إلى ديفروجنا هنا بهذا الاتجاه وكذلك وصلوا إلى سكينكيفكا وسيطروا عليها وأصبحوا قريبين وأصبحوا إلى شمال غرب كوبيانسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. والأوكرانيين فجأة بحسب ريبورتا الروسي نقلت معلومات تبدو بأنها استخبارية بحتة أكدت أن الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني خلق نوع من الخط الدفاعي قادم من بشنقنا هنا بهذا الاتجاه في هذه المنطقة في بشنقنا وكذلك إلى هذه المنطقة ألا وهي منطقة تأتي إلى جنوب كوبيانسك وهي إحدى المناطق المهمة التي تعتبر من المناطق التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. خلقوا هذا الخط الدفاعي لأنهم بدأوا يرون فعلا بأن الروس بدأوا يأخذون زخما كبيرا وبأنهم قد يسيطرون على كوبيانسك وبدأوا يهيئون لمسألة الانسحاب أيضا على ما يبدو لهذا الخط الدفاعي كما تلاحظون. وبالتالي القوات الروسية الآن تبحث عن عملية تقدم واضحة بحسب هذه التحركات العسكرية على الأقل كما تحدثت ريبورتا الروسي. فواضح جدا أن الروس طبعا يأخذون خطة كبيرة جدا على ما يبدو من هذه التحشيدات التي تأتي في هذه المنطقة من أجل مسألة مهمة مسألة خطيرة للغاية كما تحدثنا. القوات الأوكرانية موجودة نوعا ما تقاتل هنا في هذه الجبهات سفاتوفا كرامينا وغيرها ولكن القوات الروسية بعملية الاختراق التي تحاول البحث عنها هنا في كوبيانسك الواضح بأنهم يريدون التقدم أكثر بهذا الاتجاه وجعل القوات الأوكرانية هنا بين فكي كماشة بهذا الاتجاه يضغطونها سيجبرون هذه القوات فيما بعد الانسحاب وبعدها يسيطرون أوتوماتيكيا على الحدود الإدارية للوغانسك هنا بهذا الاتجاه بل إنها تفتح الباب لهم أيضا للوصول إلى هذه المنطقة التي ترونها يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة وهي منطقة إيزيوم منطقة استراتيجية مهمة للغاية ستعطيهم الفرصة للضغط والانطلاق على سلوفيانسك التي لا زالت القوات الأوكرانية طبعا تسيطر عليها بالإضافة إلى أنهم طبعا يضغطون من هذه المنطقة التي ترونها وهي كرامينا باتجاه ليمن يحاولون السيطرة عليها. هنالك تحرك استراتيجي بعيد المدى بالنسبة للقوات الروسية وأيضا في هذه المنطقة بيلا غوريفكا أسقطوها عسكريا ولكنهم لا يسيطرون عليها بالكامل ويحاولون التقدم بهذا الاتجاه طبعا للسيطرة على سيفريسك ويبحثون عن عملية ضرب باخموت معنويا والسيطرة على باخموت. وبالتالي فجأة إذا ما تحرك الروس من الشمال من الشرق من الجنوب ستجد فجأة أيضا دانييتسك أصبحت
تحت سيطرتهم في ظل هذه الأنباء التي نراها. وعلينا أن لا نستخف أبدا بعمليات التقدم التي تأتي هنا من القوات الروسية مقارنة مثلا بقوات فاغنر. فالقوات التي تعمل هناك هي قوات الفي دي في الروسية، وهي القوات الخاصة الروسية. إذا ما حاولنا أن نلقي نظرة الآن على بعض اللقطات التي نشرت في 24 ساعة الماضية للقوات الخاصة الروسية، ودعونا نلقي نظرة، هنالك اشتباكات هنا في كرامينا تحديدا. يحاولون الروس طبعا الوصول وتحقيق اختراق كبير من هذه المنطقة باتجاه ليمن وباتجاه كذلك سلوفيانسك. وبالتالي هنالك الكثير من العمل العسكري الروسي، ولكن على الرغم من الدعم الضعيف الذي يبدو من بوليتيكو والواشنطن بوست على مستوى التمويل على المستوى العسكري بالنسبة للغرب لأوكرانيا في هذه المعركة والتقدم الروسي الذي نراه، إلا أن مصادر خاصة قد وصلتنا قبل قليل أكدت أن حقيقة مؤتمر ميونخ الأمني الذي سيقام من 17 إلى 19 من فبراير تم رفض بشكل تام، ورفض حضور روسيا والحكومة الروسية، ووافقوا على حضور المعارضة الروسية إلى هذا المؤتمر، بل أيضا المصادر أكدت لنا بأنهم رفضوا حضور الحكومة الإيرانية إلى مؤتمر ميونخ، ووافقوا على حضور المعارضة الإيرانية في هذا المؤتمر في دعم سياسي كبير قد يكون أيضا له أثر في الضغط على روسيا أو حتى الضغط على إيران.